مساء الخير. اليوم رح نتعلم كيف أخصص رنة معينة لإكستنشن معين إذا اتصل علي على تليفونات الزونتل XT19P و XT22G. يعني فرضا أنا عندي بدالة بـ30 إكستنشن، والإكستنشن لمديري اتصل على الإكستنشن الداخلي تبعي يرن برنة مختلفة عن باقي الإكستنشنز أو الرنة الاعتيادية للتليفون. فأول ما أعمل لوجن على التليفون XT19 أو XT22G راح أروح على الفون بوك Contacts Add a New Contact زي ما احنا شايفين هون. النيم هيكون الإكستنشن الخاص أو الإكستنشن اللي بدي أخصص له، أن معينة. فرضنا هذا هو الإكستنشن، وراح أختار الرينج، وراح أعمل أوكي. فرضا لو برمجت التليفون بالرينج تون تايب 4، لو اتصل علي الإكستنشن 622 زي ما احنا شايفين، رينج تايب 3 حترن على الإكستنشن الداخلي لمكتبة. وهيك بنكون تعلمنا بهذا الفيديو كيف أخصص رنة لإكستنشن معين في حالة اتصل علي. شكراً.